صباح الخير عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ جيسبيغ تكونوا مزيان واحد بواحد. بون، انا راه باقا مبوقه، هانتوما كتشوفوا في عيني باقا مبوقه كلشي. بديت معكم من فراشي من بلاصتي. اليوم غيكون واحد النهار اللي هو طويل، ولا لي زامي ديالي غنبداو تبداو معايا من الفطور. غنبارطاجي معكم كل حاجه غادي نديرها اليوم، حيت واحد النهار اليوم اللي هو مميز بالنسبه ليا انا. ما غاديش نقول لكم والو ولا غادي نحرق لكم المراحل، مي اليوم باش بلا ما نبقى نخرج في الهضره لي زامي ديالي. قولوا لي يا هند سيري فطري بعدا، غادي نمشي نفطر وكلشي وعاد نقدر نتعاود معاكم. دابا اول حاجه، دابا لي زامي ديالي غادي نمشي ندير فطوري، ومن الفطور غادي نقول لكم شنو غادي ندير. ايوا لي زامي، قلت ما قلت نمشي نجيب كرواسو واخا فقت معطله. الصراحه مشيت ولقيت كرواسو كلها مشات، ماشي ديك الكرواسو اللي مورفه كنفطر فيها. مي قضينا الغرض، هذا هو الاهم. ولا لي زامي، انا جبت دابا كرواسو، غادي نوجد القهوه ديالي ايوا ونتلاقى معاكم. فوالا لي زامي، هذا هو فطورنا اليوم. فطرت غير بكرواسو وقهيوه، كل نهار وباش كنفطر كل نهار ورزقو كيف كيقولوا. كنتمعن في القهيوه ديالي. دابا لي زامي، كيف ما قلت لكم، هذا النهار هو واحد النهار اللي هو سبيشال فور مي بالنسبه لي انا. غادي تكون واحد نيو لايف، يعني حياه جديده، واحد مهم انتم غتعرفوا كل شيء. دابا لي زامي، دابا انا غنكمل القهوه ديالتي، غادي نمشي اول حاجه نمشي للمغازه ديال فينسي، غنتقدم البروديكت اللي خاصني، حيت فريمون انايا واش نتوما بحالي ولا غير انا، انا كل شهر خاصني نبدل شامبو. ما عرفتش لي خاصني نمشي نبدل شامبو، واخا دابا الشامبو راه مازال ليا فيه وفريمون واعر. دابا نهضر ليكم عليه الصراحه، دابا نوريه ليكم الشامبو ديال العسل، وغادي ندير معكم فيديو ديال لي بروديكت اللي تسالاو ليا وغادي نعاود نشريهم. هي حتى هذا مالو، حتى هذا نضع. دونك فوالا لي زامي، قلت لكم غنمشي نتقدى داكشي اللي خاصني، وغادي نجي ندوش، وخاصني نمشي نقاد شعري ونصبغ الضفيرات. نعم سيدي، حيت كيف ما قلت لكم واحد النهار اللي هو نهار زويب ومختلف كاع على كاع الايام. والله العظيم حياه جديده، حياه جديده. دونك لي زامي، قولوا لي هي نسير نشرب قهوتك بالزربه وسيري تقضي داكشي اللي خاصني، وبيان سور غنديكم معايا. اوكي، انا نمشي. One eternity later. لا دخلت في التخبيز كاع داك البروديكت اللي غادي نحتاج، حيت فريمون ناقصني. بون، غادي نبارطاجي معكم كل حاجه شريتها. نتوما راكم عارفين انا كنشري من هذيك لا مارك ديال فينسي، فريمون الصراحه هي اللي دابا تعودت عليها وولت نشري لي بروديكت ديالها. دونك لي زونفو، لي زونفو، ويلي 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 ما تديوش عليا، ما تديوش عليا، والله ما غادي نحيدها، نخليها هكا. سو لي زامي، مشيت تقديت شامبو، نتوما عارفني انا مع لي شامبو ضروري كنبدل بزاف شامبوان. دونك خديت هاد الشامبوان هذا، صراحه ريحته زوينه، مي فريمون انا ما جربتوش. مي هو الصراحه هاد الشامبو هذا الافونتاج ديالو راه داير انت ديال الكيراتين، بالنسبه للناس اللي دايرين البروتين والكيراتين لشعرهم، هذا راه زويون البنات. دونك غير خذوه. الصراحه انا كنت شعري راه ما دايره لينا بروتين لا والو، مي قلت الله تنجرب. دونك خديت هذا، خديت كام الصراحه، خديت ماسك ديالو، صراحه ريحته زويون حتى هو. خديت الماسك ديالو، هانتوما كتشوفوا الصراحه راه الحجم ديالو طويل، زعما كان كبير، راه يدي ليكم بالنسبه للناس اللي كيكون غير واحد. دونك انا غير بحدي الصراحه، انا كاع ديميلو داكشي كامل كيشاف ليا، ما كيتقاضى سبحان الله، شامبو كيتقاضى وما كيتقاضاوش. خديت هذا البخاخ هذا ديالو تاع الشعر، حتى هو سبراي ديال على حسب على حسب الناس اللي كيديروا هكا السوشوار، بحالي انا دابا مثلا ما بغيت ندير السوشوار، غادي نديروا عليا هذا واقي الحراره. صراحه ريحته زوينه هي. انا راني قلت لكم لي زامي، راني خديت لاكان كامل وخديت سيروم ديال الشعر حتى هو. هانتوما الصراحه راه فيه زعما كان راه كيدي، ماشي
حتى هو هذا راه كامل مجموعه هكذا. اي فوالا شنو اخر خديت هاد الكوماج هذا ديال النيله، راه فيه 3 في 1، فيه ماسك فيه كوماج وكريم. يعني صراحه شكروا ليا بزاف، واصلا لي بروديكت كاملين ديال النيله كتكون شي حاجه اللي هي بيرفكت لي زامي. دونك كنصحكم تاخذوا هذا، فريمون زوين صراحه. جربت لي كوماج بزاف من فينسي، صراحه زوينين. واهم حاجه لي زامي كيف لكم هما كيكونوا فيهم واحد الحبيبات رقيقه بالنسبه للناس اللي عندهم لابو سنسيبل، يعني يصلح ليهم هذا صراحه. ريحته فنيونه زوينه. اوتش ديزوري. او بيان سور مشيت خديت هاد الماسك هذا ديال الوجا، خديت الصراحه ديال الفريز. جامي جربت ديال الفريز، من جربوا الفريز واي. وخديت هذا ديال الفم باش نديرو لا بيان سير. دونك هادو هما لي برودكت اللي خديت لي زامي. دونك باش بلا ما نطول عليكم دابا، بارطاجيت معكم داكشي. غنمشي دابا نضرب واحد التدويشه، ومن بعد نوجدو ريوسنا، وديك الساعه نقدر نقول لكم شنو غادي يكون وشنو هي الحياه اللي قلت لكم غادي تبدل عندي هي. دونك لي زامي باش بلا ما نطول عليكم، خليني نمشي، ما تمشيو فين، خليكم ما تمشيو حتى شي بلاصه، خليكم معاك. دونك فوالا نتلاقاو، بيس. هاني جيت ها نتوما لي زامي، دابا دوزت الصراحه واحد التدويشه واعره. دابا غادي نشفو شعرنا. مي قبل ما نشف شعري لي زامي، كيف قلت لكم اول حاجه كيعجبني ملي كنخرج من الدوش كيعجبني ندير الماور لوجهي. عرفتي كيعجبني، كيعجبني ما عرفت كيجيني بحال شكل التونر. راه كتكوتي ريتشي كتكوتي، راه هو واقف كيتسناني. بو لي زامي كيف قلت لكم اليوم سيدي، دابا غادي نشف شعري، غادي نمشي نصيب شعري، وغادي نصبغ طفيراتي. لحقاش كيف قلت لكم اليوم غادي نتوجد للخطوبه، خطوبه على الطريقه الحسانيه. نعم سيدي، اليوم غادي نلبس الملح، فما غاديش نلبس لقفيطين لا والو. نتوما عارفين بالحكم ديال التقاليد ديال اهل الصحراء وداك الشيء، دوك خاصنا ضروري نلبس شي حاجه ديال تراديكشن اوف الصحراء اوف كورس مروكو. سو جايز، دابا غادي نصف شعري كيف قلت لكم. انا اليوم غادي نتوجد للخطوبه، غادي ندير ماكياجي كلشي غير في الدار. حيت بصراحه كيف قلت لكم لي زامي، انا ما كيعجبنيش من النوع، ما كيعجبنيش اللي يدير لي الماكياج بيدو. انا كيعجبني ندير ماكياجي لراسي. اون بلوس البنات في الخطوبه راه خاص الخطوبه تكون فيها ماكياج اللي هو تري سامبل، يكون داكشي نيود، ما يكونش داكشي اوفر ومثقلين على وجهكم. علاش؟ باش يبقاو الملامح ديال وجهكم هما هادوك، وماشي تشوفكم موت العروسه ولا موت كيما بغات تقول اخويا ولدي. هاد الشيء اللي ما عرفنا فينا هو وجهها الاصلي. دونك غنحاول ندير داك الشيء اللي هو نيود واللي يكون تري سامبل. دابا غادي ندير ليه بعدا داك الوقت الحراره هو الاول باش من دونك فوالا. صراحه هاد لاكامه ديال البنات ديال الشعر فريمون ريحتها خطيره 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 خطيره. سو دابا غادي نشف شعري. ايوا غادي نجيب معكم لي زيطاب اللي كاينه باش نكملوا. نعم سيدي، نصبغ الضفيرات، نديروا الماكياج، شي ماكياج اللي يكون تري سامبل. وصبغ الضفيرات غير بهذا النيود هذا اللي كيجي صراحه تري شيك وكيبين اليد. دونك غادي نصبغ بهذا اللوين هذا. اي صبغنا الضفيرات، درنا هذا اللوين بحال هكا بارد. دونك نشفت شعري، دابا غادي ندير هاد السيروم هذا. ايوا صافي، اي فوالا. حنا خدينا شويه باش ندهنو شعرنا غير من لي بوانت وصافي. لا الصراحة ريحتو واعر. دونك فوالا، يبدا دابا غادي نجمعوه. سو لي زامي، دابا شوفوا انا اصلا ديجا باش دوش راه درت سكراب لوجهي، درت ماسك، درت غسلته. دونك دابا غادي ندير ليه الترطيب. نتوما عندكم واسع النظر، رطبوا باش ما بغيتو. مي انا غادي ناخذ هذا البرايمر هذا، غادي نديرو لوجهي هو الاول باش نهيئو المايك اب بيان سور. دونك دابا رطبت وجهي، دابا غادي نرطب شنيفاتي بهذا الكلوز هذا باش يبقى رطيب. ملي رطبنا وجهنا ورطبنا شنيفاتنا، دونك دابا غادي نبداو نخدم. غادي نخدم وجهي بهاد الفونديشن هادي لي سيروم غير شويه. غناخدو بيوتي بلاندر، غادي نديرو لها
فيكساتور ومن بعد لي زامي نبداو نستومبي فونديشن سيرور. غناخد هذا كيف قلت لكم لي زامي حنا عندنا هنا الناس في الاقاليم الجنوبيه يعني من هذه الخطوه يعني بحال غادي نقول لكم كيحاولوا انهم يستو على يكون مايك بارك يكون خفيف وداك الشيء راكم عارفين حيت اصلا اللقاء الاول هو اللي كيكون عليه واحد الانطباع اي انطباع اي حاجه سواء خطوبه سواء لقاء سواء اي حاجه دائما البنات دائما في الاول كيكون واحد الانطباع خاص يعني الانطباع الاول هو اللي كيبقى. دونك دابا غادي ندير الكونسيلر مي كيف قلت لكم هنا في الاقاليم الجنوبيه اكثريه كيخدموا على شوفوا هما ما غاديش نقول لكم احقام ما كيديروش الماكياج هما اصلا كيديروا فول ميك اب ماشي غير فول ميك اب مي انا كنت هذاك الفول ميك اب لحق في الصحراء كيانسيستيو اكثريه بزاف على الملاحف يعني يكون الهندام في الاول هو عليه كلشي. دونك غادي ناخذ بيوتي بلاندر صغيره باش نبدا الكونسيلر غناخذ الكونتور هذا كبيرة باش نخدم بها اوف كورس طبطبة. غادي ناخد باودر ما غاديش نستعمل لوز باودر ولكن غادي نستعمل هاد الباودر هادي فريمون زوينه غادي حيت برونز غادي نديرها وانتم عارفني انا مع البرونز. دونك فوالا غادي ناخد هاد بيوتي فوالا دابا درنا لوز باودر عفوا باودر ما درتش لوز باودر دونك غادي نخليها بما شربت في البشره ديالنا. دونك غادي ناخذ باليت اللي هي عادي غنخدم غير بالباليت ديال الكونتور ذيس از ماي فيفوريت باليت بالنسبه لي انا. دونك غادي ناخذ كيما قلت لكم غادي نستعمل غير الالوان بارد. تليفون ديال ماما هذه بيان سو خالتي دائما كتصوني في اوقات غير مناسبه صوري لي زامي غادي ناخذ لون بارد غادي نخدم به الفوق عرفتوا لي زامي انا كنديرو عرفتوا لي تشي فين كاين ولا ما عرفتوش حد انا ديرونجاتني غادي نخدم هاد الزربه يعني شوفوا لي تشي شوفوا لي تشي فين كاينه انا ما دريتش وحق الله تعالى اختي درا البوكوس ديالي هذا راه بوكوسي هذا. دونك كيما قلت لكم غادي نخدم عيني وي 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 تشي طاح راه ديما مسكين كتقول سوري زامي. شوفوا انا دابا غادي نخدم هذوك الالوان تحت عيني ها نتوما راه درت الوان خفيفه زعما كاين اي فوالا ها نتوما داكشي خفيف خفيف ظريف صراحه. دابا غادي نخدم الايلاينر ديالي غادي نخدم بهذا ندير غير من القليل. دابا انا صايبت حجبان اوف صايبت عينيه درت غير ايلاينر هكا خفيف وصافي. راكم عارفني ديجا كنقولها لكم انا راه من هذاك النوع اللي ما كيعجبنيش نركب الرموش ولي لونت وداك التخربيق. دونك هانتوما راه درت غير ماسكارا خفيفه عاديه حتى الماسكارا ما كنحاولش نكثر فيها حيت انا شي حاجه كتقل لي على عيني ما كنقدرش اي كانت بير. دونك فوالا لي زامي دونك غادي دابا غادي نحيد ناخذ الباسو باش نحيد هاد الفونديشن هادي راح حيدنا خوتي الباودر غادي نخدم شويه الكونتور حتى هو باودر غير باش نبرزو. فكروني عفاكم لي زامي ما نساش البيرسينغ ديالي حيت بعض المرات كنساها وانا بغيتهم يشوفوني بالبيرسينغ خوتي باش يقولوا هاد خيتي راه خارج لي هانيت. شوف راه ما يبانش لكم هذاك الشيء اوفر راه غير مع الضو رينغ لايت مي راه غير غوج عليه وغادي نمسحي حجباني ها او دابا درنا غوج عليه دابا غنديرو فيكساتور يوه فوالا نتمنى وينشف يوه ورجع لكم لي زامي. بون غادي نبارطاجي معكم الاوتفيت اللي غادي نلبس ولا هينتش من اوتفيت ملحفه اللي غادي نلبس واللوي اللي غادي نلبس ونشوف شنو غادي نلبس مع فرجلها. كيف كتعرفوا لي زامي حنا هنا الملحفه ما كتبغيش البلاك كتبغي دونك شويه الطالون. غادي نشوف شنو غادي نلبس اوكي وي نسيت نشوفوا الشعر نعمل اللون شوفوا ريتشي نديرو ليك حتى هو البارفيوم ديالو غادي نلبس هاد الملحفه هادي هاد الملحفه هادي الصراحه زوينه فيها لي كولور باردين فيها الموف بارد فيها بحال الصفيفر ما عرفتش هذاك اللويان. دونك غادي نلبس فوالا هاد الملحفه هادي خلاص ساك غادي نهز معها هذاك السويك راه هو في الموف بارد وغادي نلبس معها كسيوه من تحت فيها هاد اللوينات دياولها باش تجي اسورتي وغادي نلبس معها السباط هذا ترونسبارو حيت اصلا الملحفه فيها الالوان غامقه دونك ما خصنيش نكثر عليها الالوان هادشي
فينال ديالنا. دونك لبست لكم هاد المليحه هادي، ها نتوما كتشوفوا سي دايره فيها الريج ديال الطوس. دونك ما نساوش ضروري البارفيوم. نعم سيدي الخطبه مايك اب لما نمشيو كفوره. دونك ركبوا الخاتم ديالنا. نعم سيدي ها نتوما. دونك فوالا كيفاش جانا خويا، واش ما نديروش الفال على راسنا؟ واش ضروري حنا نتسناو تيجي الخطيب؟ دونك فوالا ها نتوما، ها نتوما ماكياج قول وجه اسورتي مع الملحفه ولا شي حاجه. دونك فوالا ها نتوما. دونك شوفوا يا خوتي حق الله، قولوا لي كيفاش كتجيني الملحفه، والزوينه ولا خايبه ولا صديقه، كل واحد كيفاش كيجي هذا اللوك الصحراوي كيفاش كيجي. مي فريمون هي كيف كنقول لكم دائما صراحه الملحفه راهي انيقه في الباس هي امي، والله خاص لا اللي يعرف ليها وتو. دونك بلا ما ندخلوا في داك الشيء اون ديتاي، دونك انتم كتشوفوا قولوا لي واش صحي لي السر ولا لا. جيسبر ان هاد اللوك هذا يعجبكم، واتسبيرو منو ان شاء الله الى رادها مولانا. ما تنساوش حق الله الطفيله تقولوا لي كيف جاتني الملحفه وكيف جاني الماكياج. جيسبر ان هاد الفيديو هذا يعجبكم. هاد الفيديو انا درته جست يعني تحفيزي باش ان الانسان يدير موتيفيشن، وبعد مرات كتجينا شي لوك شي وقيته بحال هكا ما كتكونش عندنا الظروف متساعدنا اننا نمشيو للصالون ونتقادو. دونك جيسبر ان هاد الفيديو هذا تستافدوا منه شويه، وتقدروا ديروا الميكاب في داركم، وتقدروا تخرجوا بكيسات في دياركم يعني بلا ما تصرفوا بزاف. دونك فوالا، ومن هنيت نديروا الفال راسنا ان شاء الله اذا جات شي خطابه اختي ان شاء الله، اذا جاوا في الطريق علاش لا، كلشي قريب عند مولانا. دونك فوالا جيسبيغ هاد الفيديو هذا يعجبكم. اذا عجبكم لي زامي ديالي ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك وبلي كومونتير، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله في عرسي ان شاء الله. المره طالعه في العماريه دات ودات الله يخليها تقول عيد ويلي. دونك فوالا، تهلاو ليا فراسو، غرو بيزو، بيغ لاف.